مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين. بالتأكيد بالموعد اليومي دائما نلتقي إن شاء الله عبر اللاعب 12 وعبر الشرقية لمواصلة التغطية لمشاركة المنتخب العراقي في نهائيات أمم آسيا في أستراليا. الحلقة تبتدي بعد فاصل قصير، أتمنى تبقون ويانا. الحديث عن وضع منتخبنا بالمجموعة الرابعة بالتأكيد بعد انتهاء الدور الثاني والخسارة مع اليابان، بالتأكيد خلتنا ندخل في يعني حسابات أخرى وانتظار لنتيجة الفريقين اللي ينافسون على التأهل، اليابان والأردن. فبالتالي مباراتنا أمام فلسطين والخسارة أمام اليابان هي محور حديثنا إلى يوم المباراة إن شاء الله مع المنتخب الفلسطيني يوم 20. فبالتالي حلقة اليوم نبتديها بالكلام الفني وبالمتابعة لآخر أخبار الفريق العراقي، أيضا بلقاءات راح نتابعها مباشرة من أستراليا مع الجهاز الفني ومع لاعبينا بعد انتهاء مباراتهم مع المنتخب الياباني. دائما نرحب بضيفينا القديرين حقيقة اللي مشرفين، الكابتن القدير الكابتن عامر جميل والكابتن أركان نجيب. مرحبا بك كابتن ومشرفين ومنورين دائما. إذا أصدقائي، العراق واليابان، اليابان 1 العراق 0، اليابان بست نقاط، العراق بثلاث نقاط مقاسمة مع الأردن اللي فازت على فلسطين. تقرير فني وضح لنا وضع الفريق العراقي بعد الخسارة أمام اليابان، نتابع. بعد خسارته أمام اليابان بهدف نظيف، يتطلع منتخب العراق لتحقيق نتيجة الفوز وبفارق تهديفي مريح على فلسطين، وهو ما يسعى من خلاله الجهاز الفني لضمان التأهل إلى الدور الثاني بأقدام اللاعبين، لا سيما أن الفريق يدخل بخيار الفوز والتعادل والصعود كثاني للمجموعة الرابعة، وهو الاحتمال الأكثر حصولا، لا سيما أن اليابان سيبحث عن فوز ثالث يضمن له الصدارة دون الخوض في الحسابات الأخرى. مواجهة الشقيق الفلسطيني لها مردودات معنوية على اللاعبين، إلى ما كانت النتيجة كبيرة تحقق أكبر عدد من الأهداف، وبالتالي نكون قد استفدنا فنيا ومعنويا، وتركنا مجالا للحديث عن النجاعة الهجومية وخط الأمام، والذي ظهر عقيما فقيرا غير منتج أمام اليابان، ولم يسجل إلا هدفا واحدا على الأردن. الوصول إلى النقطة السادسة للعبور إلى دور الثمانية هو الهدف الآني المنشود والذي يبحث عنه الجميع، وما بعدها لكل حادث حديث. زيد السراج للاعب 12. إذا نتائج الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنهائيات أمم آسيا في أستراليا. فلسطين طبعا تودع البطولة بعد الخسارة الثانية أمام الأردن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، والعراق يخسر أمام اليابان بهدف دون رد طبعا من علامة الجزاء للاعب الميلان هوندا. هذا ترتيب المجموعة الرابعة، اليابان ست نقاط، العراق والأردن بفارق الأهداف بعد أن تساويا بالنقاط، كل فريق ثلاث نقاط، وفلسطين رابع المجموعة بدون نقاط. إذا أصدقائي خلاص يعني عندنا ثلاث نقاط، العراق فاز على الأردن، خسر مع اليابان، أمامنا مهمة هي مهمة فلسطين. كابتن، مهمة فلسطين لازم بالبداية نحضر إلها، نعمل عليها، وبالتالي يعني أولى خطوات التحضير إنه إحنا نتجاوز الأخطاء اللي صارت بالمباراتين السابقتين. ما زلت تملك بعض المؤشرات اللي ما قدرنا نحكي عليها البارحة بخصوص أداء منتخبنا لمواجهته أمام اليابان. الحقيقة سبق وأن فكرنا المباراتين الأردن وفلسطين هما حسابنا، مبتعدين عن اليابان ولم نحسب لهم. هذا ما أرى من خلال المؤشرات أنه اليابان عزلناها، أنه كنا محقين بهذا التفكير؟ كنا محقين به؟ طبعا لا، بدليل انه خسرنا بضربة جزاء. كان بالامكان انه لو نازلين بروحية وتهية نفسية كاملة ولياقة بدنية لا بأس بها، كان ما نخرج خسرانين بضربة جزاء. طيب
المباراة اللي جاية علينا أن نأخذ نقاط مضيئة من مباراتنا مع اليابان. يعني نعزز الإيجابيات. نعزز الإيجابيات ونعاودها ونكررها في مباراتنا مع فلسطين. فلسطين عندهم ضعف، ضعف بالظهيرين. ولذلك شفنا حمزة الدردور أنه يجتاز الظهير الأيمن أكثر من مرة ويسجل 4 أهداف. حتى الظهير الأيسر أيضا جاوز مرة مرتين الصيفي. فالمطلوب أنه كيف نستثمر الحالات الإيجابية أو المضيئة بمباراتنا مع اليابان مع فلسطين. بس بمباراتنا مع اليابان ومباراتنا مع الأردن. لا، الإيجابيات اللي أخذناها مثلاً الاجتياز كان من جانب أمجد خلف. أمجد كلف كان اجتياز إيجابي سليم، بالإضافة إلى تموقع لاعبين وأربع لاعبين كانوا متموقعين في خط مائل هجومي، وهذه من الحالات أيضاً المضيئة لازم نعيدها. إذا التفوق العددي أو التكافؤ في منطقة البوكس زائد الاجتياز الجانبي معتمدين على الاجتياز الفردي من قبل الأجنحة السريعة مالتنا. صارت هاي مباراتنا مع اليابان؟ صارت. أمجد كلف سلم يونس تسليم. نقدر نشوفها شباب اللقطة، لقطة الاختراق اللي حضرناها قبل المباراة دقيقة 41. نعم. أعتقد صارت. تفضل كابتن. تسليم هاي الحالة جدا كابتن. دقيق. هنا الان راح يعني الان راح لو تنعاد هذه الصورة. هي راح تنعاد ان شاء الله. هاي شوف الاجتياز هذه تتكرر. انا اعتبر هذه حاله مضيئه. وشوف الميل الهجومي عندنا 1 2 3 4 والقوس ايضا باسناد. هذه الحاله تنعاد مع فلسطين نكون شوف لاحظ نكون باحسن حالاتنا ان شاء الله، لان ضعفهم الظهيرين الايمن والايسر نبني هجومنا عن طريقهم. طيب أركان، شنو التغيير اللي ممكن يحدث على مستوى التشكيل وعلى مستوى الأسلوب لمنتخبنا حتى نعزز النقاط المضيئة اللي قال عليها كابتن عامر؟ أكيد يعني هناك رؤية صارت أوضح للكادر الفني من خلال خوضه لمباراتهم في البطولة. يعني تعرف كل مباراة في البطولة تكشف لك الفرق المقابلك وأيضا تكشف لك فريقك من خلال إيجابياته وسلبياته. أعتقد أنه المباراة الجاية إحنا نحتاج إلى زيادة وأيضا استغلال مثل ما تحدثنا استغلال نقاط الإيجابية ونقاط القوة اللي عندنا. الحالة اللي شرحناها هسه حالة اللي حدثت مع اليابان ممكن أن تفيدنا كثير مع منتخب فلسطين، كون المنتخب الفلسطيني ضعيف في الرجوع وضعيف في التمركز الدفاعي وما عنده السرعة اللي يمتلكها المنتخب الياباني في إعادة أوراق لما يصير عليه ضربة دفاع، وهذا ما شفناه في مباراة الأردن. شفنا أكثر من حالة بس تستلم بالنص يصير باصين صحيحة في منطقة الوسط يكونون خطورة عليهم كانوا المنتخب الأردني. كثير من الأمور أعتقد أنه الكادر الفني شاهد مباراة فلسطين اثنيناتهم الأولى والثانية فعلا. وخصوصا المباراة الثانية اللي أوضحت كثير من نقاط الضعف، ويمكن قبل يوم المباراة راح نتكلمها، وأنا عملت يعني كثير من سجلت كثير من الملاحظات على المنتخب الفلسطيني اللي يعاني من كثير من الأمور حتى في على مستوى حراسة المرمى. حارس المرمى كان مهزوز كثير من مباراة فلسطين، مباراة الأردن، خسارته مع الأردن وخروجه من البطولة، أعتقد هذه راح تولد عنده إحباط أكثر مباراة. كابتن تشوف الدفع الهجومي راح يكون حاضر مباراة فلسطين أم إنه الكابتن راضي تنيشل راح يبقي على يعني مسألة التوازن بمناطق الفريق العراقي الدفاعية والبنائية والهجومية، وبالتالي بين نفس الفكر يقول لك أنا 1-0 تكفيني أتأهل؟ لا، الفريق الفلسطيني خلاف ما لعبه بالمباراة الأولى، المباراة الثانية بدأ يتحرر وشفنا عنده 3 فرص سجل منها هدف. يعني مو أنت لما تلعب مع اليابان غير ما تلعب مع الأردن، أكو شوية فرق. بالتأكيد ما نختلف، لكن الفلسطين هو من مباراة إلى مباراة بدأ يتطور. أكو تطور. عنده مهاجمين اثنين لا بس بيهم ويلعبون بالدوريات الأجنبية أيضا. احنا لا نستخف مع احترامي لا بالتأكيد لا نستخف بالامور الهجوميه المعاكسه لنا. علينا ان نضغط ضغط اكثر مما ضغطنا مع اليابان. نعم. دقيقه
69 بمباراتنا مع اليابان هذه ما اريد اتشائم بها وانما غير مضيئه. الفريق الياباني مشى علينا 11 مناوله. اوف 11 مناوله ويا ريت موجوده وما اعتقد حاولت ابحث بها ما لقيتها. 11 مناوله يسلم بين اعضاء واحنا نباوع وما ضغطنا. هذه النقطه المظلمه ما تنعد مع فلسطين. مناوله مناولتين الفريق لازم بريسنج عليه وهو كل فريق له اسلوب اركان. يعني اليابان عندهم استحواذ ويلعبون يلعبون يهيئون هزمه من الخلف بشكل صحيح. هذه الامور ما متوفره يمكن مع كل الاحترام طبعا للمنتخب الفلسطيني. مو بس يعني من هذا الجانب. يعني انت راح تنزل مع فلسطين راح تنزل اكيد بتفكير هجومي وبتكتيك طبعًا هجومي طبعًا. اعتقد انه يعني الخلفيه التاريخيه والخلفيه الفنيه يعني تكون حاضره. يعني انا افضل انه احنا ندخل بمهاجمين صريحين على الاقل، لان احنا صار فتره طويله العراق مدى تشوفه ما يطلع مباراة غالب 2 أو 3 دائما ملعب مهاجم 1-0 وخصوصا بوجود كابتن يونس. يونس يحتاج الى لاعبين قريبين عليه حتى يعملوا. حتى هو كابتن رادش نشيل قبل البطولة قال احنا نعمل بشكل حتى نوصل الكرة ليونس بشكل مريح. يعني لان يونس لاعب هداف لاعب قناص يعني مثل ما قال كابتن عامر قبل فترة المفروض الان يونس يستغل جهده وخبرته داخل البوكس حتى نعم. يترجم جهود زملائه الى اهداف مو هو يروح يشتغل عليها. يونس لوحده ما يكفي طبعا بالضبط. الزياده العدديه اللي قبل شويه خرجت بالصوره انه الميل الهجومي بشكل 4 واسناد على القوس. نعم. هذه الحالات تنعاد 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 نسجل بها. كافيه بالتدريبات من لمباراه فلسطين النهائي تكرار هذه الواجبات وهذه الجمل يعني يجيب ثماره بالمباراه. بالتاكيد تجيب. الحالات اللي شفناها لحمزة الدردور أكيد الطاقم الفني درسها وشاف نقطة الضعف عند المدافع اليمين وأكيد بنى عليها. طيب احنا خلينا نروح للكابتن يحيى علوان المستشار المنتخب العراقي مستشار السيد راضي شنيشيل المدير الفني. تحدثنا للاعب 12 بعد المباراة من أستراليا عن النتيجة وعن وضع الفريق العراقي بعد الخسارة مع اليابان. نتابع ونرجع لكم. المباراة كانت على مستوى عالي من يعني فريق ثقيل الفريق الياباني. يمكن بداية المباراة شوي كان يحتاج فريقنا يعني الى انه الثقة تكون اكثر عند اللاعبين، لانه تعرف احنا مباريات بهيج حجم يعني فترة طويلة احنا ما لاعبين، يمكن سنة ونص ما لاعبين هيج مباريات بهيج حجم كبير هذا. ف يعني نعتبر يعني صار عندنا اداء بعد الهدف بشكل يعني جيد. جبنا مسكنا الكره ولعبنا يمكن وانتقلنا للامام اكثر من مره، لكن تعرف فارقك وبالجاهزيه الفريقين يعني بالنسبه لفريق الفريق 17 لاعب محترف. احنا عندنا لاعبين يعني فتره طويله ما يمكن ما لاعبين مباراه، وهذا شيء اضطراري يعني هذا بالنسبه لاعدادنا هاي الفتره. لكن نعتبر هاي المباراه بالنسبه لنا فد مباراه مهمه جدا وفازت الفريق العراقي بشكل كبير. الحمد لله احنا خسرنا بهدف واحد وبضربه جزاء، لكن هاي راح تعطينا فد دافع اعدادي ودافع يعني ما نقول اعدادي احنا نعد هنا، لكن هو هذا الحجم الكبير من العطاء للاعبين ووقوفهم بهاي النتيجه يعتبر جيد جدا. اذا تابعنا كلام السيد يحيى علوان كابتن اركان. مع يعني استمعت للسيد يحيى علوان يتحدث عن انه النتيجه تعتبر دافع، كلام منطقي واقعي ولا يعني هو يحاول يستغل كل الظروف المحيطه بالفريق العراقي حتى يدفع اللاعبين للامام؟ اكيد يعني الكادر الفني من ضمن واجباته انه يضع الفريق بنفسيه افضل دائما حتى انه المرحله اللي بعدها يكون داخل الفريق بنفسيه افضل. اكيد هي دافع يعني حسب المعطيات وحسب اللي الموجود على الساحه، انه انت بتلعب مع منتخب كبير، منتخب الكل يطمح انه ياخذ نقطه من عنده على الاقل، وهذا ما طمحنا له احنا انه نطلع معاه يعني على انت راضي على 1-0 انت ك